صباحك شيخ، كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. توخذنيش، انا ملهم جمول. انا اسمي ملهم جمول، سهوة الخضر. عم كنت بالبلد انا وجيت بسرعه لهون. صراحه نسيان مصريات هنيك وعندي حب الدواء، بس فتت على اكثر من محل اشتري من عنده انه يعطيني شيء اكله قبل الدواء، ما كان حدا يقبل. فاذا شفتك هون عم تبيع مرشم، انه لو قسمت مرشم اكله بس قبل الدواء. خذ بتفضل. خد هلا قديش الكيس؟ ها 4000. مشكله، مش حامل معي مصاري، طلعت بسرعه، بدي اي شيء اكله. اذا انت بكره موجود هون انا بجيب لك اياه من معي. والله مفضل يا شيخ، بس انا عندي حبه هالدواء. شو معك خير ان شاء الله؟ لا والله وجع للالتهابات وبدها دواء، فببرم عبرمت على اكثر من محل ما كانش حدا يعطيني. بس بديش اعوز عليك يا عم. لا. والله اسمك قصف، اهلا وسهلا. يعيب شو منك، يعيب شو منك، سلم دياتك. بدك يا انت يا شيخ عملت معي كثير معروف. الله يقدرنا على الوفاء. واجبنا يا عم. الله يوفقك يا عم. ويش فيك؟ الله يسلمك، الله يجبر عنك يا عم شيخ. عم تبيع عندك اليوم هون؟ بكره وبكره انا هون. نضلينا طيبين. طيب قديش ثمن القرص هذا مشان يروح يا زلمه؟ لا بقبلش، ما بقبلش يعني. انا الحمد لله الحمد لله يعني وضعي منيح. بس انه طلعت بسرعه ما كنتش. لا ما بقبلش، بقبلش. انه انت قديش مشان القرص مشان اعرف يعني؟ اذا هو 750 700. بارك الله فيك. الله. انت وين بلاقيك بكره؟ بكره انا مش ثابت، بروح من الشعر لهون. تفضل يا اخي. خلص يا طيب عم. نحن كنا عم نصور. انت الشيء اللي عملته على راسي. انا بوسه من راسك. بوسه من راسك. الشيء اللي عملته كبير. سلم دياتك. تكرم. خلص بكفي من حمر ربي بعضها. بارك. انا الحمد لله الله شافيني والله يشفي لك كل مرضاك. الحمد لله مش بعايزي. بس نحن كنا عم نصور وعم نعمل تجربة اجتماعية. وانت الشيء اللي عملته كثير كبير، نحن بنتعلم منه. بدنا سنين لنتعلم اللي عملته انت اليوم. انا بترجاك. تفضلت. انا انت مفضل. اسمع، انا بقيس، انا بقيس الانسان كانه نصب ولا حديثة اختبار. بس انا لو انت طلبت كيس اعطيتك، بس كيف؟ بعرف هالشيء وشايفه قدام عيوني يا عم. انت بالسوق موصوف. هي القرص. خلص خلص خلص. الله راد اعتبرني قبلته. طيب. انت الشيء اللي عملته شيء كثير كبير. لا يا زلمه ولي يا ابن علاء. الله يقدرنا على الوفاء. بعدين يا عم بتعالى اقول لك بقدرتي. كرامه الوجه مش سهله. صح. اللي يعني لهما كان. الله يجزيك الخير والله يجبر عنك. الله يسلمك. ملهم جمول انا اسمي الحقيقي كمان. انا اسمي حسن وهب. بس احكيك معروف. والنعم والنعم. نحن عم نعمل هاي التجربه الاجتماعيه لنثبت انه بعد في خير. وانت اثبتت انه كل الخير بعده موجود بامثالك. تسلم. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يجزيك الخير.